كنوز الدراما. أصل الراديو، أصل الراديو. عواصف، عواصف تمثيلية مسلسلة يكتبها الدكتور يوسف عز الدين عيسى ويخرجها محمد توفيق. كده يا بابا، كنا حنموت احنا الاثنين. سايب بالسرعة الفظيعة دي ومش شايف ان الاشارة مقفولة. انا متأسف يا سهير، اصلي سرحت شوية. ما يصحش يا بابا تسرح وانت سايب، ده خطر عليك. مش تجيب لك سواق احسن؟ انا فعلا لازم اجيب لي سواق، اعصابي مش تمام الايام دي، لكن اصلي غاوي سواقة. لكن برضو يا بابا مش لازم تسوق بسرعة كده، دي خطر. فعلا ما يصحش اسوق بسرعة. لكن انت لسه سايق بسرعة، سايق على 90، واحنا هنا جوه البلد مش في الطريق الصحراوي. والنبي يا بابا بلاش السرعة دي، اعصابي بتتعب من السرعة. حاضر، ما تزعليش، اديني هديت السرعة. كويس كده؟ ايوه كويس كده. خالد، انت زي ما تكون عاوز تقول لي حاجه. عاوز تقول لي ايه؟ فعلا انا عاوز اقول لك حاجه يا فاتن. ايه هي؟ عاوز اقول لك عاوز اقول لك انك اجمل والطف واحده شفتها في الدنيا. انت قلت لي كتير كده. لا، لازم في حاجه تانية كنت عاوز تقولها. حاجه تانية؟ ايه هي؟ انت اللي بتسالني. خالد، انا شايفك مش طبيعي الايام دي. قول لي مين هو الشخص ده اللي انت مش عاوز تشوفه؟ اسمع يا فاتن، انا حياتي معاكي في خطر مستمر. حياتك في خطر؟ ازاي؟ الله، مالك اتخضيت كده؟ ده جرس الباب، هو جرس حريقة. لازم بابا وسهير، لما اروح افتح له. اهلا وسهلا يا بابا. خالد هنا في الصالون. اهلا وسهلا يا فندم. خالد، اهلا 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 وسهلا. اهلا بيك يا عمي. اسكتوا، كنت هعمل حادثه تصادم فظيع النهارده واحنا راجعين. ازاي؟ ما خدتش بالي ان اشاره المرور مقفوله وسايق باقصى سرعه. رحت فايت في النور الاحمر بس، وحته الدين لوري كنا على وشك اننا نطص فيه. سهير صرخت، رحت منتبه في الحال وفرملت في اخر لحظه. وليه يا عم تعمل كده؟ مش تاخد بالك كان سرحان وهو سايق؟ وسرحت في ايه يا ترى؟ في حاجات كتير. هو يعني كل ما سهير تخرج لازم تحصل حاجه؟ على العموم حصل خير، على اذنكم بقى هضطر اخرج دلوقتي. هقوم استعجل ليه؟ استنى يا خالد، انا عاوزاك. ما تخليك ما يشعش سوا يا اخي. معلش انا اتاخرت، ورايا حاجات مهمه عاوز اعملها للادي. على اذنكم. استنى يا خالد، انا عاوزاك في كلمه، احنا ما كملناش كلامنا. خالد، ايه الحاجه اللي كنت عاوز تقولها لي؟ حياتك في خطر ازاي؟ هتخليني ما نمشي للادي؟ انت عندك سر مش عاوز تقوله؟ انا ملاحظه عليك الحكايه دي من زمان. حياتك في خطر ليه؟ مش وقته يا فاتن، اعملي معروف. بكره لما نتكلم في الموضوع ده. ها؟ تصبح على خير. العشاء جاهز، اتفضلوا. بابا، عاوز اقول لك حاجه. في حاجه يا فاتن؟ انت ملاحظ على خالد الايام دي انه في حاله طبيعيه؟ طبعا طبيعي، ماله؟ انا مش ملاحظ عليه اي حاجه غريبه، وعلى العموم انا ما بشوفوش كتير زيك. انت اغرب حالته. ملاحظة عليه انت شيء غير طبيعي؟ ايوه، زي ما يكون خايف من حاجه. يظهر ان في شخص بيهدد حياته. بيهدد حياته ازاي؟ مش عارفه، لكن هو اعترف لي بكده، وفي بعض الاحيان بتكون اعصابه مضطربه بشكل واضح. تحبي استفهم منه؟ انا ما بحبش تكون عندك اي شكوك من جهته. كل ما بساله بيتهرب من الاجابه، وفي اوقات بيكون على وشك انه يعترف لي بحاجه ويعدل عن رايه في اخر لحظه.
يظهر انه مخبي عني سر، سر فظيع مش عارفة ايه هو السر ده. انا اعتقد ان بشيء من اللباقة والنباهة ممكن تعرفي كل حاجة، وما يصحش اخبي حاجة عنك، واذا كان حد مهدد حياته ما يبلغ البوليس. طب ما هو بوليس، واذا كان البوليس خايف امال احنا هنعمل ايه؟ انت بتضحك عليا يا بابا، دي المسألة دي معجنين عليا بشكل فظيع. ما تفكريش كتير في المسائل زي دي وانت رايحة تنامي، اللي زيك لازم يكون اسعد انسان في الدنيا. انا كنت سعيدة، ما كانش فيه اسعد مني فعلا، لكن في بعض الاوقات تصرفات خالد بتخليني افكر كتير، يمكن يكون بيحب واحدة تانية وعاوز ننفصل عنه. مش معقول، وحيلاقي اجمل منك فين؟ انت بالنسبة له كنز يحرص عليه كل الحرص. انا شخصيا مش ملاحظ عليه انه ما بيقدرش يبتعد عنك لحظة الا لما يكون مضطر، واللي انا شايفه انه شاب متزن عاقل رقيق الشعور، ما فيهش اي عيب. ما انا مش شايفة فيه اي عيب يا بابا، انا خايفة يكون هو اللي شايف فيه عيوب ما عرفهاش. مش معقول. قومي نامي قومي، في بعض الأحيان الإنسان بالليل تنتابه بعض الهواجس، لكن أول ما يطلع النهار كل الأفكار الحزينة تتبدد وتحل محلها الأفكار السعيدة. خالد ما جاش النهاردة يا بابا، مش عادته. اتصلي بيه في التليفون في البيت، اسألي عنه، يمكن تعبان. يظهر انه شايل سماعة التليفون، تليفونه مشغول باستمرار. انا هرد على التليفون، يمكن هو. الو بابا، موجود يا فاتن؟ ايوه موجود، مين حضرتك؟ انا دكتور منير ادهم، ممكن بابا يكلمني؟ الدكتور منير على التليفون يا بابا. كده؟ ألو؟ مساء الخير يا دكتور منير. والله أنا أحب أزوركم في البيت زيارة قصيرة، ممكن؟ كل سرور، أهلا وسهلا. سهير موجودة؟ أيوة موجودة. طيب أنا هكون عندكم كمان ربع ساعة. أهلا وسهلا، أنا في انتظارك يا دكتور. ازاي صحتك يا سهير النهاردة؟ الحمد لله، بيتهيألي اني بتحسن، لكن أعصابي لسه مهزوزة شوية مطرح حادثة امبارح. حادثة ايه؟ واحنا راجعين من عندك ليلة امبارح كنت هعمل حادثة تصادم في لوري. أصل بابا كان سايق بسرعة فظيعة وما خدش باله ان إشارة المرور مقفولة، راح فايت في النور الأحمر وكان سرحان، وما انتبهش إلا لما صرخت وقلت له حاسب، راح دايس على الفرامل. اسمح يا سوير تخلي حد يجيب لي كوبايه ماي. حاضر. سهير هي اللي انقذت حياتي، لولاها كان زماني دلوقتي ارتحت من الدنيا. ارتحت من الدنيا؟ ايوه، يعني كان زماني دلوقتي في العالم الاخر. ما افتكرش انك تعبان من الدنيا للدرجه دي. بقى يا استاذ راتب، في المرة الوحيدة اللي شعرت فيها بنتك الشعور الجميل ده، وهي انها كانت سبب انقاذ حياتك، لازم برضو تشعرها عن غير قصد ان انقاذ حياتك ده عبارة عن شيء متعب بالنسبة لك. بقى لما تتوفى والدتها بعد ولادتها تحملها مسؤولية موتها، ولما تنقذ حياتك تحملها مسؤولية عدم موتك. حيرتها يا اخي. اتفضل المايه يا دكتور. متشكر يا سهير، اتفضل يا وعدي. عاوز تعمل ايه يا دكتور؟ ولا حاجة، هركب الفيش ده في الكوبس. فيش ايه؟ ده جهاز تسجيل صغير، ريكوردر، ما هو كان معايا يوم ما زرت سهير اول مرة هنا، ما شفتوش؟ لا ما خدتش بالي، اصل ما كنتش معاكم. هو انا ما كنتش عارفة انه جهاز تسجيل صوت. كنت فاكرة آلة علشان العلاج. كان موجود معايا بس كنت مخبيه، ما خليتكيش تشعري بيه. انا سجلت كل حاجة قلتها لي هنا في البيت وعندي في العيادة، دلوقتي هسمعك صوتك. مش عاوزة بابا يسمع الكلام اللي قلته لك. بالعكس، انا جايب الجهاز عشان اخلي بابا يسمع كل الكلام اللي قلته لي، لكن على العموم
بس كنت مش عايزة بابا يسمع. ما تعودتش أقول له على حاجة، عمري ما قلت له حاجة، مش عاوزة يعرف، طول عمري كاتمة الحاجات دي في نفسي. شوف يا سهير، الحاجات البسيطة اللي انت كاتمها في نفسك دي هي أخطر شيء في الدنيا، لازم تقوليها. أنا قلتها لك مش كفاية؟ ولازم بابا كمان يعرفها. انت قلتها لي بكل صراحة لأنك من زمان بتدوري على شخص تقوليها له ومش لاقيها، إنما المهم في الموضوع هو إن بابا يسمعها، يسمعها من بقك أنت مش مني، لأن أنا متأكد إن بابا مش فاكر منها شيء. عندك مانع إن بابا يسمع؟ طيب بس أخرج أنا برا. لا لا لا، لازم تكوني هنا، دي أول خطوة عشان تتعودي تقولي لبابا على بعض أمورك ومشاكلك، هو أحق منك سمعها. وعلى العموم أنا مش هسمعه كل اللي قلته لي، في حاجات محدش هيعرفها أبدا زي ما قلت لك، لكن اخترت حاجة أثرت في نفسي جدا، مش عارف إذا كانت هتأثر في بابا ولا لا، لما نشوف. أهي، فاكر الحادثة دي يا أستاذ راتب؟ اسمع كده، أدي التسجيل بتاعها. تصور يا دكتور إن بابا. إيه؟ اتكلم. ماله؟ ما فيش حاجة. لا، أنت كنت عايزة تقولي حاجة، قولي كل اللي أنت عايزة تقوليه. تصور إن بابا مثلا يعني. قولي، اتكلم. عمره في حياتي ما بسني ولا حتى طبطب علي، دايما كان يمسك فاتني قاعدة على حجره ويبوسها وأنا لا. ومرة وأنا صغيرة خالص رحت عليه وبوسته، قام شخط فيا وقال لي انت غسلتي بقك بعد الاكل، روحي اغسلي بقك. انا عمري ما بوستكيش يا سهير، مش معقول. مش عاوز اسمع. يجوز انت يا استاذ راتب ما تاخدش بالك، الحاجات دي كانت في نظرك اشياء تافهه لم تعرها اي اهتمام. تصور بقى كام سنة والحاجات دي مكتومة في صدر سهير وما قالتش عليها لأي إنسان. شوف بقى إلى أي مدى كنت أب قاسي، قاسي على سهير من غير ذنب. دي حاجات مش واخد بالي منها أبدا، مش متذكرها أبدا. سهير سهير سهير، تعالي يا حبيبتي، تعالي يا بنتي، تعالي لما بوسك. 17 سنة وانت مستحمل ده كله من غير ذنب. موعدنا معكم غدا في مثل هذا الوقت لنقدم لكم الحلقة التالية.